خلينا نروح سكايب الآن من جدة. تنضم لنا عائلة كريمة، شفنا مقاطعها قبل شوي نعايدهم ونشوف كيف العيد معاهم. صباح الخير على محمد ومايا وإبراهيم، صباح الخير وحياكم الله، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، والله احنا سعيدين بتواجدكم معنا وشفنا مقطع الفيديو. لو تكلمونا عن أجواء من الفرحة وفرحة اليوم الأول، كيف كان اليوم الأول، كيف كان اليوم الثاني؟ والله جميلة جدا الحمد لله، يعني قدرنا الحمد لله أنه إحنا نسيطر على الوضع تماما مع الأولاد، خاصة أنهم انحرموا من الخروج وكذا، فما شاء الله يعني سوينا لهم بروجرام جميل جدا وانبسطوا فيه. نعم. رائع. وكيف يعني رضا الحلوين على هذا البرنامج؟ خلينا نسمع آراءهم. طبعا MBC تشرفنا يعني نطلع، وانا طبعا مره يعني اتابع مره كثير ومره احب MBC، عشان كذا تشرفني. نعم. طيب سيد محمد، ايش يختلف هذا العيد او ايش سويتوا في هذا العيد مختلف عن باقي الاعياد اللي مرت عليكم؟ والله الشيء في شيء يعني اللي هو صلاة العيد، كانت صراحة شيء جميل وأول مرة في حياتي أسويه، يعني أن أصلي في بيتي، أصلي العيد في بيتي، فهذه كانت حاجة بالنسبة لي جديدة. إضافة إلى ذلك كمان لما العادة يعني بنخرج عند الأهل والأصدقاء وكذا، وبيكونوا طبعا تعرفوا حريم مع الحريم والرجال مع الرجال، فيعني ما نجلس مع بعض كجمعة واحدة. فاللي حصل هذا انه اجتمعنا كلنا يعني كعائله، انا واولادي وزوجتي بيت واحد بدون خارجه وبدون يعني ما ينشغل كل واحد عن الثاني الاول يعني. فطبعا من ضمن البروجرام اللي عملنا لهم اياه انه جبنا لهم في العاب عندنا عائليه في البيت، قعدنا نلعب يعني غيرنا اجواء وعيشناها الحمد لله. الله دائما ان شاء الله يجمعكم على الخير. ابراهيم ما سمعنا صوتك يا ابراهيم. في النوم ابراهيم. كيف امورك يا ابراهيم؟ حصلت عيديه؟ حصلت شيء؟ ايوه. كم اعطوك؟ ولا ما تبي تعلم؟ ما شاء الله. حلو هذا العيدية. 600 ريال والله حلو. 600 ولا 60 يا ابراهيم. الله يرزقك. طيب مايا، مين تحبين يعني تعايدين؟ احد صديقات، احد من الاهل؟ وايضا عندنا معلومه تقول انه صوتك حلو بالغنى، هل هذه المعلومه صحيحه؟ ناكدها، ايش رايك ناكدها؟ ناكدها الان. خلينا نسمع شيء من صوتك. اقدم تحيه ولا اغني الحين؟ اللي تبينه. غني. الجاي أفضل والفرحة تكمل، وهلالنا وسط السماء بعيدنا بشر، والفرحة تكبر والكل يذكر، والخير ما ينقص إذا ننشر يكبر، الله أكبر وبإذن الله نقدر نخلي الجاي أفضل، نخلي الجاي أفضل. الله الله، يسلم هالصوت، رائع والله. طيب احنا مايا بعد شوي راح ناخذ منك اذا في عندك تهنئه خاصه لاحد، ولكن خلينا نتكلم عن متابعاتكم للمسلسلات. طبعا هذا السؤال للجميع، في شخصيات اثرت عليكم واثرت فيكم تابعتوها بشغف بالموسم الدرامي في رمضان؟ مين يبدا؟ يلا ابدا. تابعت مسلسل البرنس وعجبتني شخصيه رمضان، ومره حضرتني كيف البنت الصغيرة اللي تمام. انا عن نفسي الكوميديا، انا احب الكوميديا صراحة. الاستاذ عادل امام ابدع في برنامج مسلسل فلنتينو، يعني عن نفسي تابعته الى اخر قطرة على قولهم، انا من صغري وانا احب الرجل هذا. ابراهيم تابعت شيء في التلفزيون؟ ابراهيم يوتيوب يوتيوب كل يوتيوب مره احبه.
يا عمري والله يعني صراحة انبسطنا معاكم سيد محمد والأجواء اللي عندكم الفرحة اللي أنتم عشتوها في هذا اليوم. احنا موعدين مايا أنها توجه تهنئة. مايا باختصار لو تكرمتي إذا ولا خلاص إذا في عندك تهنئة لأحد تفضل يا مايا. وإذا مايا أول شيء حابة خادم الحرمين الشريفين وحابة هني ولي العهد محمد بن سلمان وأهلي ومتابعيني وفانزاتي وحكومتنا وتهنئة خاصة عشان ستي عواطف ستي بسمة إنهم يتابعوكم دائما. الله يحفظكم. شكرا لكم تحياتنا لكم.